صلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم جمعيه بشائر الرحمه، الجمعيه الخيريه اللي راهي متواجده اليوم في الدار تاع عرجون. عرجون اللي درنا له الخطره، اللي درنا له النداء، الحمد لله راهم استجبوا لنا الناس وداروا له العمليه تاع 55 مليون، ربي يجازيهم. والله يجازيك كاع المحسنين، ونوجه شكري لحمد شيشه وناس تغنيف. ولا تغنيف اللي عاونوا. تغنيف هم يعاونوا. ان شاء الله. وثاني راني خطره ثاني نديروا للناس اللي يتعاون في جهه واحده. وسعاد شنو تقولي؟ كمال سعاد والحق سمع. دقيقه نروحوا نروحوا نشوفوا الحاله الصحيه، كي راك تحس؟ انا الحمد لله. والله يجعل ربي يخلصكم، والله يجعل ربي يكون معاكم. امين. بقدرتكم درت العمليه. الحمد لله وشكرا، فضل الله. مع بالمعاونه تاعكم. الحمد لله. بالجهد تاعكم بخدمتكم لهذه الخدمه الصالحه. الحمد لله. جمعيه بشائر الرحمه. بجمعيه بشائر الرحمه. والله ونشكر كاع اللي عاونوني. نشكر كاع الناس الخير. ان شاء الله. اللهم امين. الاخت سعاد حاضره معنا في النداء، واليوم في الزياره عند السي العرج باش تعطي كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. كما اليوم راني فرحانه بزاف بهذه العمليه. انا نهار اللي دخل البلوك كان عندي العلم، وكنت غير مبشر نسقسي عليه حتى نجحت العمليه. والحمد لله ونشكر المحسنين كاينين، وكاين الحمد لله. يعني بالفرحه مانيش طاقه نهضر. نشكر كاع المحسنين والشفاء لخونا، وبارك الله فيك سي احمد شيشه. والاخ اسماعيل اللي حضر في النهار الاول في النداء. بعد الصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل صلاه وازكى تسليم. جمعيه بشائر الرحمه دائما مع النداءات الخيريه ومع الناس المعوزين. احنا وجهنا النداء، احنا اليوم جينا الشكر الله عز وجل كجمعيه اللي وفقنا ربي، وزينا نشكروا المحسنين بالدرجه الثانيه بعد الله عز وجل. يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله. جينا قد ما نقول لكم المحسنين بالدعوه قلي في حقكم، نقول لكم الله يستركم، والله يزيد يبارك لكم في رزقكم، والله يتقبل منكم، والله يجعل هذا المال في ميزان الحسنات. ويقول الله عز وجل: وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوا عند الله. احنا بينا نزيدوا هاني نوجهوا النداء. كاين الناس اللي نعم عليهم ربي، راهم موسى عليهم ربي، الله يبارك لهم في رزقهم، ولكن راهم غافلين عن المجال الخيري. راه عندنا حالات اكثر من هذا. هذا الاخ والله ما سعيناش وما تحركناش، والجهد الكبير اللي قامت به الاخت سعاد، وهي مشكوره على هذا العمل. هي اللي كانت متواصله وكانت تسعى ومخليه صوالحها، ومخليه رغم انها عندها اخو مسكينه معاق في الدار، والله مخليه تا وحده وتسعى. من اجل ماذا؟ احنا ماشي من اجل الشهره، ولا من اجل بانوا المسؤولين، من اجل بانوا صنعوا الفرحه. هذا كان قاطع ليا زكاع، ولكن كي صاب النداء وصاب الناس الخيرين الحمد لله ودا العمليه. وهذا غير عينه من المجتمع، لا عندنا حالات بزاف، ونحتاج الناس اللي يقولوا لنا ماكش تديروا لنا الفيديوهات، الصبر. احنا نبغوا نمشوا مع الحاله ونقفوا معاها ونكملوا معاها. كيما اليوم احنا لنا فرحانين كيما راه فرحان، ونطلب هاني من المحسنين. هذا مازال يقعد هنا. الحاله تاع الماديه راهي مزريه، عندها علاج وعندها كونترول، فاهمين؟ وخاصه المصروف لولاده بلا ما وقف. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. مش عارف ولا تغني. بارك الله فيكم. اليوم متابع في الصفحه تاع احمد شيشه، اول احمد شيشه انت نقول لك هني بارك الله فيك على هذا النداء اللي كديره لنا، الله يجعلها في ميزان الحسنات تاعك ورحمه لوالديك. وهذو الناس اللي متابعونا في الصفحه اللي ما يقدرش يعاوننا بكلمه طيبه تدلوا على الخير كيف عليه، يبارطاجي. ما عرفناش الخير من يجي، والله ما عرفنا من الخير من يجي. راني نشكر الزملاء تاع الاخت خيره اللي في الجامعه اللي وقفوا معاها، بنته اللي وقفوا معاها وتعاطفوا معاها في الحاله تاع ابوها. تفضل سي بومدين. السلام عليكم. نشكر الناس هذو اللي ساهموا في هذا سي خونا العرج ومريض هذا اللي عاودوا العمليه. ونشكر الناس بعاد تعوها اللي عاملوا فاني، والناس تاع تيغنيف كاع اللي ساهم راه عنده اجر عظيم عند الله تعالى. هضرهمكم مالكم تعاونوا في هذه الجمعيه الخيريه، هضرهمكم. شوفوا الحمد لله راكم تشوفوا به عمليه 55 مليون. الحمد لله درنا له هذا الفيديو المخلوق في سبيل الله. ها الناس راهمكم وراهم يروحوا للخير. انتم ديروا الخير والله تعالى يبنيكم دار في الجنه تاع خير بني انتم. ان شاء الله. امين. سمعتوا؟
درامكم ماشي يروحوا هكا كنا الناس راهي تكذبوا لها درامهم يروحوا في بلايصهم للناس هذوني محتاجين وراه لي حد اليوم راه مازال محتاج خاصة بي يشري الدواء خاصة بي يواسي اللي يحب يعاون يعاون في سبيل الله هادو درامكم راكم كأنه راكم دايرينهم دارسينهم ماشي راكم تبدو فيهم بالباطل وأجركم على الله معك هلا كيما هذا لا خدمة لا زمو عند غريبين صغار شكون يدرك بهم ولا غالب الناس المحسنين اللي يديروا في الخير هما اللي راهم يعاونوا فيه بارك الله فيك واللي يبغى الخير ماذا راكم تشوفوا فيه ماذا ما كيما راه وحنا حنا رانا نقولوا الحاله سي احمد خويا حنا ماذا بينا تتصل الانسان يتصل المحسن يتصل بالحاله مباشره قول لهم كلمه يهنينا سي العرج قول للمحسنين كلمه هذو المحسنين الله يجعل ربي يكثر خيرهم امين والله يجعل ربي يكون يخليهم جايين من المحسنين ويخليهم للخير يا ربي يخليكم غير للخير ان شاء الله ويخليكم غير لهذ الناس المحتاجه الجماعة تاع احمد حمي شيشة والحاج باركة سعاد اسماعيل سلوسي مسعدي حسين الاخ اللي معاكم الله يجعل ربي يخليكم والله يجعل ربي يكون معاكم والله يجعل ربي يخليكم غير الخير هاي بعد العملية تحسين العرج الفرحة نحتفلوا معاه الحلويات القهوة الحاجة مباركة حاضرة الأخت سعاد راهم هاوينا يعني هذه بعد العملية إن شاء الله كاع المرضى يشفوا إن شاء الله وجمعية بشائر الرحمة مازال راهي واقفة السلام عليكم